بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة والطب. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، بأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والطب، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعليق، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. النهارده اسمه الفور سيت او اختبار الشك الكاذب. الشك الكاذب او الفور سيت الاختبار ده انت بيتعمل معظم المشاريع اللي بتخص بتبقى مشاريع كبيره، مشاريع كبيره يعني لو بصينا في دوت قلنا الخلاطه بتاعتنا اللي فيها كام سايبو؟ فيها لها فيها 10 12 سايبر. معنى كده ان فيها كميه الاسمنت كتيره. معنى كده لو طلبوا اي صب خرسانه في اي وقت هيلاقي الاسمنت موجود. يعني مش متوقف ان الراجل بتاع المعمل يوقف الاسمنت ويقول لك لسه ما اختبرتوش فتيجي الخرسانه تتعطل. طيب في مشاريع بتبقى مشاريع صغيره، يعني واحد واخد عمارتين ثلاثه وعنده عامل خلاطه مركزيه حاطط فيها سايبر واحد او سايبرين. طيب هو عنده اوردر ان في صب هتشتغل. في عنده اوردر ان في صب هتشتغل. طيب يجي يبص كميه الاسمنت اللي عنده، هل هي هتكفي الصبه دي ولا لا؟ هل هي هتكفي الصبه دي ولا لا؟ فبيعمل ايه الراجل؟ يقول لك طب شيل الاسمنت اللي عندك، لا الاسمنت اللي عنده مش هيكفي، بس انا كلمت المصنع الاسمنت جاي. انا كلمت المصنع ان الاسمنت جاي، طب الاسمنت لما يجي الاستشاري يقول لك الخلاط اه الاسمنت دي ولا لا؟ الاسمنت لما اختبره. فلما يجي عندي الاسمنت تجي لك انت كراجل بتاع المعمل وهتعمل له اختبار، اقل اختبار هتعمل له اختبار السيتي اللي طالعين. السيتي اللي عشان تديله بدايه ابتدائيه مش اقل من 3 ساعات. هل انت هتعطل الشغل 3 ساعات؟ لا. فعمل اختبار اسمه اختبار الفور سيت، يعني بياخد نتيجه فوريه للاسمنت. لو النتيجه اتغيرت عن حد معين هتكلم فيه يبقى الاسمنت ده فيه شغل. بس ليه مش شغالين بيه احنا يا ريس؟ ما عشان عندنا اسمنت متوفر، فالمفروض مش طالبه. تمام. المفروض مش طالبه، لكن احنا لو عندنا كميه اسمنت قليله كل ما اسمنت تيجي بيخش على الشغل، طب ما عايز يختبر، لكن الاسمنت اللي عنده تكون مختبر، فمفيش عنده مشكله، السحب عنده مفيش مشكله. تمام. طيب. جت عندي الاسمنت انهوت وكل حاجه، فيجي باين للشركه لا لازم بتاع المعمل يشوف العينه ويحكم لي عليها هل هي كويسه ولا وحشه. فجينا الاختبار اسمه اللي احنا قلنا عليه اختبار الفول سيت، ودي اتكلمت عليه المصحف اللي هي اس تي ام سي 150. طيب يعمل ده الاختبار، فاجي اكون قال هيجيب من عندي الاسمنت بتاعته 500 جرام وركز معانا دي بقى. انا اقول له اول ما اشتغل هياخد من عندي الاسمنت 500 جرام. ده اي نوع اسمنت؟ لاي نوع اسمنت؟ كنت جايب 500 جرام، اخد 500 جرام وكل تلك الراجل قدامهم هياخد ويعمل عجينه، العجينه دي عايزه ميه. فالميه دي قد ايه؟ فالميه دي بياخدها الميه القياسيه للاسمنت، ان هو يعمل الاختبار اللي عملناه قبل كده تقريبا، عملناه في الحلقه تقريبا الثالثه او الحلقه السابعه، ان احنا ازاي نوصل للعجينه القياسيه. نوصل ازاي للعجينه القياسيه؟ كان هتروح في الفيديو بقى. احنا عملنا الاختبار ده بالعجينه القياسيه وعرفنا ان نوع الاسمنت ده بياخد مني 44 مللي، يعني متر احيانا متر عيني. يعني بالاتصال برضه نوع 143. تعرفنا الاسمنت بياخد كميه الميه ديت اللي بتحقق الاختبار بتاعنا اللي عايزينه، فانا هشتغل على نفس الاسمنت احط كميه الميه اللي هي، فانا هوزن معاكم دلوقتي 143 ونص او 144، لان هو عايز ليميت من 5 6 زائد او ناقص 1 15. تعالوا كده صوروا ميجا فوق. انا هدي كده الجنب. في هنا في الظهور هنا. عايز 30 زائد ناقص 4 سوري 32 زائد ناقص 4 يعني من 36 ل 28. هدي المشوار ده. من وش القالب لا انا هقيس من قاع القالب، معنى كده لو انا جبت المعكوس بتاع الاربعه ديت ال 36 معكوسها كام؟ هيبقى 4. 4. معايا كده؟ الحته دي ثانيه طبعا يا باشا. طيب. هو هنا بيقول عشان هتقفل كود مكتوبه كده مكتوبه اهي يعني الزيرو بتاعنا اهو تمام، بس ده منين؟ من وش القالب. تمام. هو الراجل قال قيس من وش القالب 32 زائد ناقص 4. تمام. بيقول 32 صح زائد ناقص 4 مللي، بمعنى يا اخوانا من 28 الى 36 ده في حاله ايه؟ المسطره اللي احنا شفناها مع بعض اللي هي عامله كده ماشي يا جماعه، صفر صح؟ 5 10 15 20 25
30 السبب هيساوي كام؟ ال 40 بالظبط يا مصطفى. هتبقى 35 30 25 صح؟ 20 15 10 5 واضحه كده ولا مش واضحه؟ تمام. انت لو انا قست على المصاريف بتاعتك هيبقى كام؟ ال 28 ديت ناقص 40 12 يوم هنا كده من 4 الى 12 مليون. واضحه ولا مش واضحه كده؟ واضحه بجد واضحه مش واضحه؟ لان انا برضه انا فهمت انا حفظتها بالعافيه. لا واضحه. لان هو وش القالب انا بقيس من قاع القالب. ما انا كده كلها هتنزل تحت. صح؟ كده هي تبقى فيها لما تيجي تقيس هتبقى فيها معادله. ايوه. احنا هناخد اللي على المسطره معايا، انا بقول لك الكود بيقول كده. معاك ده؟ طيب المسطره دي قاست معايا على المسطره اربعه. هقول اربعه ناقص 40 هتديني 36. هرجع تاني هكمل. الطريقه بتاعتها. طيب انا جبت العجينه اللي سوا عملها، قال لي هتعجن هتقلب هنقلب العجينه، هنحط الماء اول وبعد كده هضيف الاسمنت واسيبهم يتشربوا 30 ثانيه، يحصل لها ابزوربشن، يعني اسيب الاسمنت جوه الماء 30 ثانيه. وبعد كده هشغل على السرعه البطيئه 30 ثانيه. يبقى كده كام؟ 60 ثانيه. بعد كده قال لي ايه؟ اقف 15 ثانيه. 15 ولا 30؟ اقف 15 لو في اي حاجه في الجنب انزلها. طب خلصت 15 ثانيه؟ قال لي هشغل. ليه اقف 15؟ عشان لو في اي حاجه لازم في الجنب انزلها. تمام. وقفت 15 ثانيه؟ اقوم مشغل على السرعه السريعه. طب دي لا دقيقتين ونص متصلين ورا بعض. ورا بعض متصلين السرعه السريعه. خلصت دقيقتين ونص اروح شايل العجينه بتاعتي ومعبي القلب. القلب ده هيتعب بطريقه غريبه جدا. ان انا همسك العجينه هقلبها من الايد دي للايد دي ست مرات. يعني هلبس جوانتي وامسك العجينه اطولها كده الكوره واشقطها من ايد لايد وبعدين احطها في القالب مش من فوق لا امسك القالب والبس العجينه في القالب من تحت. ودي اسوي العجينه بتاعتي واعمل لها اختراق واشوف هل هيجيب الرقم ده معايا ولا لا. لو طلع جاب الرقم دوت جاب اربعه او خمسه او سته او سبعه او 12 اسجله. طب جاي اقل من اربعه يبقى ميه كتير. طب لو جاب اكتر من 12 يبقى ميه قليله ازود ميه. دي خطوه جبت الهداء. المهم بعد ما جبت الرقم بتاع دوت اروح سايب العجينه زي ما هي واستنى خمس دقائق من القياس الاسود. بعد ما قعدت خمس دقائق اروح جاي عامل اختراق تاني للابره واشوف هتقرا كام. الرقم الثاني عدد الاولاني في المية. اذا كانت النتيجه اقل من 50% يبقى الاسمنت بايظ اكيد. تمام. 500 جرام. تمام؟ اشيل 500 جرام على جنب. تمام. احط ميه قد ايه؟ قلنا 143. اهمية 44 وكام؟ و8. ماشي. تمام في مشكلة؟ لا. ابتدي ايه اعمل بقى اللي هو نقطع عليه. احط الماء الاول. ماشي يا جماعة؟ واحط امسك الاستوب واتش بقى. ماشي. احط الكريم. احط الكريم. واشغل واسيبها 30 ثانية ايه؟ امتصاص. في مشكلة كده؟ مش هتقلب ولا تمر يعني. ايوه. ايوه. ايوه بس هي خمس ساعات كده مع الصلاه كده ماشي كده 30 جرات اهو عشان ابقى فيه 30 ثانيه ما انا كده هاجي عن الديه وقف موتور اه 15 ثانيه عند 15 اشغل دقيقتين ونص. الساعة دي انا هلبس جوانتي. شيل دلوقتي على فكرة عشان يعني كده رجالة انا كده عامل على اسمي. اهي. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة خمسة ستة. شغالة خمس دقايق ولا خمسة كده؟ اهي. من تحت واضحة كده؟ حلو. اهي العجينة. وديني احطها من تحت. شيل دلوقتي. جاي في منتصف الاوائل بتاعتها اهي يا رجاله هقفل واستنى ثانيتين واروح ايه سايب الجهاز مره واحده واستنى عليها 30 ثانيه تمام كده؟ سبتت ولا بتحرك؟ سبتت 11 اسجل 11 بقى
سجل لي في الكراسه 11 اروح شايل ده فيها رجاله ده فيها رجاله تمام نسيبه عشان شيل اهي الساعه كام 17 17 مش كده رجاله هشيل ده كده سجل لي الرقم ده اه 17 و5 يبقى الساعه 17 23 هعمل الاختبار تاني النادي اللي كانت ابره يا جماعه كان تمام اهو الصفر رجاله اهو تمام استنى سنتين واروح سايب الجهاز بتاعي هنضرب نفس المكان على فكره حاجه من الاثنين يا اما تقف قدام مني تثبت يا اما يبدا يتحرك لو فضل يتحرك استنى 30 ثانيه بس القرايه الاولانيه كانت كام؟ 11 كانت 29 قلنا 11 11 من 40 بقت 29 29 والقرايه الثانيه 20 من 40 20 اقول بقى 20 اهي على 29% تمام اذا كانت النتيجه اقل من 50 يبقى الاسمنت شبه في مشكله اذا كانت فوق ال 50 ده مؤشر ان الاسمنت كويس هنجربها ادي 20 اهي على 29 في كام؟ ادت لي كام؟ 69 بتساوي 69% اذا كان الاسمنت ايه؟ كويس اه هو مجرد مؤشر بدائي او انديكيتور مؤشر للاسمنت لو جه الاسمنت جه اقل من 50 زي لا كده الاسمنت فيه شكل وقفوا الصب مصروف دلوقتي اما اعمل بقيه الاختبارات اللي هي زي ما قلنا البلين والسيدنج تايم والاختبارات الثانيه بتاعت الاسمنت كامله فهمت القصد؟ يعني هي جايبه كمان السي لا اتوقع انا اكمل وانت بتعمل معمل خلص شغلك على راحتك مش هضغط عليك لان اقل اختبار قلنا هياخد 3 ساعات هو ده هدف من حته الاختبار بتاع الفول سيت او اختبار الشكل الكامل ليه هنا مش طالبينه؟ لان الاسمنت عندنا متوفر لاي صف ايا كان لو حد يدخل 1000 متر دلوقتي صف الاسمنت بتاعه موجود لكن لو الاسمنت لسه جاي في الطريق يقولوا لها اخر الصف مثلا بالليل عشان الاسمنت يجي طب احنا جمعنا الاسمنت كويس او وحش فاضطر يعملوا الاختبار دوت السريع اللي هو يديهم نتيجه مصر والله اعلم واشكركم لحسن متابعتكم وكان معكم اخوكم عبد الناصر احمد بربري لعمل شروحات العاصمة والتربة واتمنى ان اكون وفقت وارجو منكم التعليق ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.